السلام عليكم. شكرا بزاف بعدا على قناة لودوز على هذه الاستضافة هذه. اول حاجة بعدا مبروك واشر الجميع المغاربة من هذا المنبر الحر. بغيت غير نقول لكم بعدا اول حاجة بالنسبة لإقبال هذا العام هذا بالنسبة للمنتوجات اللي هي كتستهلك في شهر رمضان المبارك، ما علاش واحد الإقبال شوية اللي هو كنا متوقعينه، مي الحمد لله عارفين بأن الظروف ديال الناس اللي كتكون راكم عارفين مع هذه الجائحة هذه الله يرفع عنا الوباء إن شاء الله يا صدر ربي، وكنتمناو الناس يكونوا بصحة وعافية إن شاء الله يا ربي. وبالنسبة للأثمنة الحمد لله راه ما كاين زعما شي تغيير في الأثمنة، المنتوجات كلهم الحمد لله بنفس الثمن ابتداء من التمر وخصوصا اللي كتستهلكوا بزاف شهر رمضان اللي هي اللوز والتمر وكاع المنتوجات اللي هما غذائية اللي الحمد لله ما كانش حتى شي تغيير. تنتمناو ان شاء الله يدوز هذا الشهر ان شاء الله في ظروف حسنه، وتنتمناو الصحه والعافيه لجميع المغاربه ان شاء الله يا سيدي ربي، الله يرفع عنا هذا الوباء يا ربي. خويا هذا العام بالنسبه للعوام الاخرين ناقص شويه، هذا ماشي بحال العامات الاخرين، هذا ناقص بزاف كاع. وخويا والاقبال شويه ماشي بحال كما ديما، والسلعه شويه حتى هي موجوده ولكن الثمن هو ما كاين زعما شي ثمن مختلف على العوام الاخرين. واش نقول لك زعما الاقبال ما كاينش بزاف اخويا، والجائحه اخويا هي المؤثره على على الاقبال ديال الناس، راه بزاف الناس متضرر من كوفيد 19 اخويا، لان هالك الناس بزاف اخويا هاد كوفيد هذا، والله الله يعفو والله يشافي من هذا المرض اخويا. مع الظروف ديال كورونا اخويا داز القضيه شويه عيان هذا العام، ماشي بحال العام اللي فات. هذا العام شويه ناقصه بزاف، والكليان بقاو جاو تقداو بزاف، المهم مسلكين الحمد لله قضيه وصافي. بسم الأثمنة ديال السلعة مع نيت الكوفيد طاحت شوية، بحال اللوز 60 درهم هذا العام ناقصة على العام اللي فايت، زنجلان بزاف الحوايج ناقصين، القرقاع كلشي ناقص، الثمن طايح شوية ولكن الإقبال شوية قليل، وخا الثمن طاح شوية الإقبال قليل، وسلك وصافي الحمد لله، كلشي داز مزيان وصافي، حنا مصابرين الله يبعد علينا الكوفيد وصافي، هذا هو المهم، حنا ماشي مشكل صبر وصافي، تبعد لنا الجائحة إن شاء الله يكون كلشي بخير، الحمد لله.